الثانيين ان المشكلة في وجود concurrent programs هي shared resources، صح؟ وجود اي shared resources. طب الحل بتاعها كلمة transaction. عيد بقى المحاضرة الهام بتاع كلمة زاد element critical section. فعندنا حلين، في حل سبورتد بالهاردوير وحل سبورتد بالوورد. طبعا هو مش دول بس حلول، انت عندك على مستوى الهاردوير في مجموعه حلول، في منها اللي سبورتد باي ديفولت زي النود ستور، نود باي ديفولت اتوميك زي ما كانت حلول. في بقى طرق، دول ثلاث طرق مختلفه تقدر الهاردوير بيدعوا لك عشان تقدر انت تعمل بيهم كده على مستوى الـ OS. كل دي طرق الـ OS بيديها لك عشان تقدر تعمل بيها كريستيشن، باختلاف بقى المزايا اللي بتاع كل طريقه. وانت تقدر بقى تستخدم الحاجات دي في ان انت تضمن ان اي شيرد بروجرامز، اي برامج شغاله كونكرنت ما بينها حاجات شيرد، تضمن ان ما يحصلش فيها اي كونكرنس ايشو. احنا بقى هناخد ايه من دول؟ هناخد مثال منها اللي هو الاكستشينج، ومثال من الـ OS اللي هو السيرفر. يعني طريقه من هنا وطريقه من هنا. ونستخدمه في ان احنا نحمي الشيرد ريسورسز. اسيومنج ان انت شغال وات ايفر السكيدولنج اللي شغال بيه، وات ايفر عدد البروسيسورز، وات ايفر الترتيب، وات ايفر السرعات، عايز تضمن ان الدنيا هتشتغل مظبوط بدون اي اسامبشن على حاجه. فاول حاجه عندنا هو الحل سبورت الهاردوير. الهاردوير بيديك انستراكشر اسمها exchange او سويت. كلنا عارفين exchange يعني exchange بتاخد رقمين اكس واي بتبادلهم مع بعض. رقم منهم يبقى على الريجستر والثاني على الميموري. وهي بتروح مبدلاهم مع بعض. هي الفانكشن بس تعمل كده. الفانكشن دي سبورتد في الاجهزه بتاعت الانتل سواء ال 32 او 16. ايه السر بقى هنا؟ ان الفانكشن دي اتوميك. انت عارف انت عشان تبدل رقمين مع بعض بتحتاج كام سطر؟ ثلاثه. عشان تبدل رقمين بتحتاج ثلاث سطور، تحط الرقم ده في تيب، بعدين الرقم الثاني في الاول ايه؟ بعدين تكتب التيب في التيب. بتحتاج ثلاث سطور. هو ضامن لك ان الثلاثه دول هما بيتعملوا اتوميك. يعني ايه؟ يعني ايه اتوميك؟ يعني هيتعملوا في ساعتها على بعض، مش هينفع وهو بينقل يقف في النص او حد يشاركه في الحته دي. مين اللي ضامن لك ده؟ الهاردوير. مش كده؟ ايوه بنسميه حل الايه؟ حل الهاردوير. يبقى اللي ضامن الاكستشينج انستراكشن بتشتغل اتوميكلي هو مين؟ الهاردوير. الهاردوير عشان هو بيديك الاستراكشن دي، يديك الاستراكشر من الاسمبلي. مسكته اركتكشر. مسكته اركتكشر؟ اه مفيش حاجة. اركتكشر مبني على الاسمبلي. يبقى هاردوير وفي اسمبلي. هو ده انتل مثلا الاجهزة بتاعت انتل بيديك الاستراكشر في الاسمبلي اسمها اكستشينج. هو ضامن لك الاكستشينج دي بتتم ايه؟ اتوميك يعني على بعض. ايوه ايه علاقة ده؟ بالكريتيكال سيكشن. انا عندي بيس كود اهي وعايز احكي كود تاني، كود مثلا بتاع بريك، كود بتاع ايكو، كود بتاع وات ايفر. عايز احمي ده كود عندي وانا عايز احميه، ازاي استخدم الاكستشينج دي في ان انا احميه؟ الفكره عامله زي المفتاح بتاعي. بتعرف اف فاريبل رول انت بتنشاليز في المين بصفر. صفر يعني اول، جاي من الاو بتاعت الاول. خلاص كل برنامج عايز يتعامل مع الكريتيكال سيكشن ده سواء بي 1 او بي 2 او بي 3، اي برنامج عايز يتعامل مع المنطقه دي هيعرف عنده هو لوكالي لوكال فاليو
مفتاح. ده هيعرف عنده مفتاح بتاعه، وده هيعرف عنده مفتاح بتاعه. انتجرز كل الارقام دي انتجرز بيحط فيها واحد، فده حط بي 1 حطت واحد في المفتاح بتاعها هي، وبي 2 حط 1 في المفتاح بتاعها. كي كي اي ده بيحطه فين؟ في الميموري، في الستاك. بي 1 عندها الفاريبل ده عندها في الستاك، وبي 2 عندها نسخه ثانيه من الفاريبل ده في الستاك، عشان كده اسمهم لوكال فاريبلز، كل واحد عنده نسخه. اللي عايز يخش كريتيكال سيكشن يكسب تشينج المفتاح بتاعه مع الاف اللي فوق. تشينج في لوب في دو واي، انت ضامن ان الاكس تشينج كم واحد هيعملها في نفس الوقت؟ مين اللي ضامن ده؟ هارلوب. فانت ضامن ان بي 1 او بي 2 هي اللي هتعمل اكسشينج ده، مش هيبقى في نفس الوقت. افترض ان بي 2 هي اللي عملت اكسشينج، فحطت هنا واحد وخدت هنا ايه؟ خدت هنا الصفر، صح؟ الدو واي بتعمل ايه؟ بينادي اكسشينج، واللي بيرجع في المفتاح بتاعي طول ما اللي رجع لي مش بصفر، مش صفر، ده دو واي، ده ليه؟ فدلوقتي بي 2 رجع لها كام؟ رجع لها كام في المفتاح بتاعها؟ صفر. يبقى هتكسر اللوب، لان هنا المفتاح بتاعها بقى صفر، يعني اللوب دي اتكسرت. فلما اللوب اتكسرت هتخش هنا. يبقى مين اللي جوه الكريتيكال دلوقتي؟ بي 2. تعالى بقى بي 1 هتعمل اكسشينج. تشينج 1 مع 1، فاللي هيجي لها دايما ايه؟ 1. يرجع لها 1، تخش في التشيك بتاع اللوب، تلاقي ان راجع مش بصفر، ترجع ايه؟ تكستشينج تاني. فبي 1 فين دلوقتي؟ بي 1 عطلانه هنا. بي 1 عطلانه في اللوب دي. عماله كل شويه تكستشينج يرجع لها 1. تكستشينج يرجع لها 1. تكستشينج يرجع لها 1. كانها عماله بتتشيك على المفتاح على الاف، تلاقيه دايما مقفول اوف. فكل شويه تتشيك، كل شويه تتشيك. في الاخر حققت اللي انت عايزه، صح؟ مين اللي جوه الكريتيكال دلوقتي؟ بي 2. حد كان عارف يخش معاه؟ خالص. بي 2 اما تخرج المفروض تعمل ايه؟ بالظبط. بي 2 اما تخرج لازم تخلي اللوك ترجع تاني اون. قلنا مفتوح تفتح اللوك علشان اللي يجي بعدها او العمال بيتشيك على اللوك يلاقي ان هو ايه؟ اخضر دلوقتي فتح وما فتح. فدلوقتي لما هي رجعت صفر مين اللي كان عمال بي اكسشينج؟ بي 1. بي 1 المره دي اكسشينج يرجع لها صفر تخش كده. طب لو جيت واحد تخش هترجع بايه؟ تكسشينج مره ثانيه. نهائيين؟ لا، اللابتوب الاكسشينج دي عماله تنفذ كود. ران يعني، ران بتحاول تنفذ كود، بس ايه هو الكود بتاعها؟ اكسشينج وبيوت. فهي ران هيخلص وقتها تخرج ترجع بي 2 تكمل شغل. لا اللوك ده الجروب اللي كان بيزيد هو المفتاح اللي كان عندها. ده حقيقي اللوكر اللي هو اللوكر كاركتر. لكن المفتاح اللوكر كان واو. هي حطت فيه واو قبل ما تخش. انا عامل اكسشينج. فلما تخرج بقى ترجع صوتك كان هي عملها في الحاجة كده. تخرج تفتح اللوكر. بس هي لما تقفل اللوكر بتقفله تكسشينج لان عشان اضمن ان الفانكشن اتوميك يعني. فاهم الوقت؟ مش بوليان يعني هو في الاخر ده تطوير في الاخر يعني هي هو في الاخر مش ماشيه بس هو واحد ما بتخليه كده.
السهوله يعني انك تستخدم الجيتا، لكن مش فارقه في الاخر هي. بس هو ممكن برضه لا ممكن يكون في سبب، ممكن الديبندز على الاكسشينج نفسها اشتغلت يعني. هل الاكسشينج في منها مثلا بتشتغل على بايت ولا دايما الاكسشينج 4 بايت؟ فلو على حسب الاكسشينج بتاعها. اي سؤال تاني؟ لا مفيش طبعا. في كل الكاشات التانية في الكاش بتاع CPU 2
وسي بي يو 3 وسي بي يو 4 لازم تابديت. كل ما حد يكتب قيمه في الفاريبل لازم تبروباجيت الابديت في كل التشات عشان محدش يبقى قيمه قديمه. كل ما تكتب لازم تحط ابديت الكاش. في واحد عمال بيكتب زي الاضطراب يعني كان بيقرا واحد ويكتب واحد عمال بيكتب واحد مع واحد مش فاكر مع واحد. بالنسبه للهاردوير هو ما يفهمش اللي بيكتب هو زي الاضطراب. الهاردوير ما مش خطا مجرد ما انت كتبت حاجه هو بيعلم الحاجه دي موديفاي ابديت فيروح البروباجيت الابديت ده على الكاش. طبعا كده عمال كونسيوم على بقيه البروسيسور خلاص. المشكله الثالثه الاستارفيشن ان دلوقتي لما بي 2 خرجت بي 2 كانت فور وخرجت وبي 1 كانت مستنيه وبي مثلا 3 كانت مستنيه. بي 2 ما خرجت خلت اللوك ده صفر. افرض ان بي 2 رجعت تحاول تخش ايه؟ تحاول تكسب تشينج صح؟ السؤال بعد ما بي 2 خرجت مين اللي هيخش؟ ما فيش اي تغيير. اللي هيسبق وينفذ الاكسشينج اللي هياخد اكسشينجر مين اللي هياخد اكسشينجر؟ معرفش. فترتيب النقود قد ايه عشوائي. فكان ممكن يحصل سيناريو ان كل ما الحاجه تخش ما تعرفش بسبب ان في حد تاني بيسبقك والاكسشينج. وارد صح؟ ما هو ما فيش اي ترتيب على مين اللي يخش. مش عشان انا جيت الاول حط الدور ما ده اللي بيسبق ويعمل اكسشينج ده هو اللي المشكله الاخيره ان الديد لوك برضه ممكن يحصل. ازاي؟ بنسميها بريورتي انفيرجن. بص السيناريو ده لو انت عندك بي 2 هي اللي هو الكريتيكال سيكشن خلاص؟ فبي 2 اثرها يعني اللوك بواحد عشان بي 2 جت بي 1 وبي 1 هاي بريورتي. بي 1 ليها هاي بريورتي عن بي 2 فكده اول ما بي 1 هتيجي لو بي 2 هي اللي كانت شغاله على البروسيسور وجت بي 1 في الريدي كيو وليها هاي بريورتي اوتوماتيك الفويس هيعمل ايه؟ هيخرج بي 2 ويدخل بي 1. فمين على البروسيسور دلوقتي؟ بي 1 ليه؟ هاي بريورتي. طيب هي بي 2 خرجت وهي لسه جوه الكريتيكال سكشن اه فبي 2 ستيل جوه. مين اللي شغال على البروسيسور دلوقتي؟ بي 1. الاو اس هيفضل مخليها شغاله لحد ما تخلص. ايه خلص؟ لو بي 1 حاول بقى تخش الكريبتو سكشن هتعمل ايه؟ هتدوب واير مش كده؟ ده بي 1 هتفضل كليكت فين؟ فين مش كده؟ هي شغاله. بالنسبه للاو اس هو شايفها شغاله وهي هاي بريورتي فمش هتخلص. هل هي بقى هتكمل؟ طب هل هي خرجت؟ هل بتبقى تخش عشان تفتح لها؟ حصل ايه؟ دلوقتي لا بي 1 عارفه تكمل تخش الكريتيكال اللي في بي 2 جوه ولا بي 2 عارفه تاخد الدور عشان تخلص الكريتيكال اللي تحت بي 1. فاللي بعد كده فرع سبب بنسميها بريورتي انفيرجن. ده بيكسرشينج على فاريبل لوك 1 وده بيكسرشينج على لوك 2. ده حل افضل لموضوع الكاش يعني ده بيعالج مشكله الكاش. هي الكاش مشكلتها ايه؟ ان انت تو وايت عمال بتكسشينج وتتشينج تكسشينج وتتشينج. المشكله تحصل فين؟ في الكاش ان انت الاكسشينج ده بيكتب
بيكتب في هنا ودي في هنا، بيكتب في دي بيكتب في دي. فالكاش بيحصل لها ابديت، كل ما بيحصل ابديت في الكاش تروح مع ابديت باقي الكاش تضطر تبديت المنيو. ايه حل حاجه زي كده عشان اقلل مشكله الكاش؟ الاول هي الفايده دي هي دي، بس اعمل جواها الاول وايل على اللوك. ايه وايل على اللوك دي؟ طول ما اللوك باقي لا في سيمي كولون كده وايل على اللوك، يعني افضل لف في الوايل دي طول ما اللوك فيه هو الوايل دي بتعمل ايه في اللوك؟ ريد تشيك ريد يعني، فما فيش مشكله على الكاش. يبقى عمال طول ما اللوك ورا عماله تقرا صح؟ فعطلانه بس عطلانه ما بتعدلش الكاش. مفهوم الفكره؟ اول ما تلاقي اللوك بصفر تنفذ الاكسشينج. هي لقيت اللوك بصفر فكسرت الواي دي، تيجي تعمل اكسشينج هتبدل الصفر واحد. ليه في الوايل الثانيه؟ الاصليه ليه موجوده؟ بس انا ضمنت ان اللوك ما اتصرف؟ يعني انا كسرت اللوك دي قبل اللوك ما اتصرف. ليه بعد ما كسرت واللوك انا متاكد ان هو صفر عملت وعملت اكستشينج ليه برجع اشيل ثاني على الكي؟ ما انا ضامن ان اللوك ده صفر. انت مسافه ما بين اما لقيت اللوك بالصفر هل انت ضامن انت اللي نفذت الاكسكشن؟ مفيش اي حاجه تضمن لك انت كسرت اللوك دي اما اللوك بالصفر، هل انت ضامن ان انت اللي نفذت الاكسكشن؟ مش شرط. انا مفيش حاجه على الصفحات انا عندك دي، فكسرت دي مش شرط انت اللي تنفذ الاكسشينج، ممكن حد تاني يكسر اللوك برضه، يكسر اللوك بتاع اللوك وهو اللي ينفذ الاكسشينج، شغال معاك على البروسيسور ترانسفيرنس بتاع اللوك اصلا. مفهوم الفكره؟ فدلوقتي لو انت كسرت اللوك ممكن اثنين يكسروا اللوك في نفس الوقت. واحد قرر لقى صفر كسرها، والتاني قرر لقى صفر وكسرها. صح؟ او انا كسرتها وبعدين حد تاني ولا عمل اكسكيب. فانا لازم بعد ما اعمل اكسكيب ارجع اشيلها. بس الفكره هنا الكاش خبط، ما بقتش طول ما انا مستني بكتب في الكاش. انا بس ايه؟ طيب مين ضمنك ان القرايه دي ما فيهاش مشكله؟ الاثنين ان في ممكن اللوك دلوقتي انت دي وايد لوك، كل اللي بيحاول يخش بيعملوا السطر ده يمنع السطر ده ينفذوه في نفس الوقت. ليه؟ عشان ده ليه ممتاز، عشان ده بس. فدي الفكره ده، فده ريد هي اتوميك بايت. بس طبعا تفضل بقيه المشاكل موجوده، البيس لينك موجود، الديلتا موجود، الاستراتيجي موجود، كل المشاكل بقى طيب يعني بقى